السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهاردة معادنا مع فيديو جديد من فيديوهات اللغة الانجليزية لطلبة الصف الاول الابتدائي، ومعانا ان شاء الله النهاردة اخر يونت عندنا موجودة في المنهج او في الترم الاول بالتحديد، عنوان Add the Beach، على الشاطئ. هنعرف فيه كلمات جديدة وهنلعب مع بعض وهنحكي وهنعمل حاجات كتيرة قوي 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 قوي. تابعوني لآخر الفيديو. أول حاجة عنوان اليونت بتاعتنا اسمها at the beach، على الشاطئ. أول حاجة عندي كلمة at. at معناها إيه؟ at معناها على. at معناها على. the ال the ال ال t وال h قلنا بتتنطق the وخدناها قبل كده، والإي اللي في الآخر مش بتتنطق. at the beach الشاطئ، beach الشاطئ. الاي والاي هنا اتنطقوا اي اي بي، والسي والاتش هنا عملوا صوت الايه؟ التش تش. قلنا السي والاتش بتعمل الساوند اللي هو تش، اكني كده بحط بطاطس في الزيت بتعملي صوت الايه؟ تش تش. هو ده صوت السي اتش، يبقى السي اتش الساوند بتاعها ايه؟ تش تش. يبقى بيتش 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 الشاطئ. وخلي بالك ان البي مش بطلع فيها هوا، لا بقول بي بي، مش بقول به به، لا بيتش. at the beach على الشاطئ، هو ده الشاطئ اللي انا بتكلم عليه. at the beach على الشاطئ. يا ترى مين مننا راح الشاطئ وقاعد كده قدام البحر على الشط؟ كلكم رحتوا؟ طيب برافو عليكم. ها يا ترى بقى عملتوا ايه على الشط؟ ها محمد عملت ايه يا محمد؟ محمد بيقول ان هو لعب هو واصحابه بكرة القدم. برافو يا محمد. وانت يا ابراهيم؟ ابراهيم حفر في الرملة وكان بيعمل بيوت من الرملة. برافو عليك يا ابراهيم. وانت يا سلمة؟ سلمة كانت بتنط الحبل. برافو. وجودي؟ جوني كانت بتنط بس كده مع اصحابها، بتقعد تتنطط كده هي واصحابها. تمام يا جودي. وانت يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن كان بيعوم في المية. وانت يا احمد؟ احمد كان بيلعب كرة يد هو واصحابه. برافو عليكم كلكم. اتبسطتوا بقى وانتوا على الشط؟ تمام. طيب تعالوا بقى ناخد كل الافعال اللي انتوا عملتوها ديا in English. يعني ايه ميس افعال؟ افعال هي الحاجات اللي انتوا كنتوا لسه بتعملوها وقايلين لي عليها. يعني احمد او محمد الاول كان بيشوط، يشوط يبقى الفعل اللي كان بيعمله ايه؟ اللي هو كان بيشوط. ابراهيم كان بيحفر في الرملة، يبقى الفعل اللي كان بيعمله ابراهيم ايه؟ ان هو بيحفر، يحفر. سلمى كانت بتنط الحبل، يبقى الفعل اللي بتعمله سلمى ايه؟ اللي هو نط الحبل. جودي كانت بتنط هي واصحابها، يبقى الفعل اللي كانت بتعمله جودي ايه؟ النط، اللي هي بتنط. عبد الرحمن كان بيعوم في المية، يبقى الفعل اللي كان بيعمله عبد الرحمن ايه؟ العوم او السباحة. احمد كان بيلعب كرة يد وهو واصحابه، وكان بيمسك الكرة وبيرميها لاصحابه، يبقى الفعل اللي كان بيعمله احمد ايه؟ ان هو بيرمي، يرمي اللي هو يرمي الايه؟ الكرة. هي دي اسمها الايه؟ الافعال. يبقى الافعال اي حاجة احنا بنعملها، ياكل، يشرب، يجري، يلعب، ينام، كل دي تعتبر ايه؟ افعال. طب تعالوا بقى ناخد الافعال اللي انتوا عملتوها النهاردة ديا in English. طيب اول فعل عملناه كان jump، يقفز. jump يقفز، jump يقفز. الاول هقول لكم تحفظوهم ازاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وبعد كده هو انا هقول لكم الصوت بتاع كل حرف عشان نعرف نكتب الايه؟ الكلمة. اول حاجة يقفز يعني jump، jump jump jump. يقفز يعني jump، jump jump jump. وخلي بالك ان الجي هنا مش بقول جا، لا بقول ج ج، بحط كده دي خفيفة قبل الجي، يبقى بقول ج ج، يبقى جامب. يقفز يعني جامب، جامب جامب جامب. طب ايه الفعل اللي شبه يقفز او ينط؟ اللي هو ينط الحبل. يبقى الاتنين بينطوا، لكن ده بينط من غير حبل وده بينط الحبل، عشان كده احنا هنحفظهم مع بعض. يبقى يقفز يعني جامب، جامب جامب جامب. برافو، علوا صوتكم كمان. طب ينط الحبل سكيب، ينط الحبل سكيب، ينط الحبل سكيب، ينط الحبل سكيب. يبقى يقفز يعني جامب، ينط الحبل سكيب. يقفز يعني جامب، ينط الحبل سكيب. يقفز يعني جامب، ينط الحبل سكيب. تمام. هناخد كمان فعلين وهما يشوط ويرمي، هناخدهم مع بعض. ليه؟ لان الاتنين بيتلعبوا بالكورة، او الاتنين
المشترك فيهم الكوره، لكن انا مره هشوط الكوره برجلي ومره هحدفها بايدي او هرميها بايدي، فهاخد الفعل يشوط مع الفعل يرمي. يشوط يعني كيك كيك، يرمي يعني ثرو ثرو ثرو. يشوط يعني كيك كيك كيك، يرمي يعني ثرو ثرو ثرو. اخر فعلين عندي اللي هما يحفر ويعوم. يحفر يعني دج 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 دج، يعوم يعني سويم 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 سويم. يحفر يعني دج 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 دج، يعوم يعني سويم 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 سويم. اوكي تعالوا بقى نقولهم كده كلهم مع بعض. اول حاجة هنقولها ايه؟ اتفقنا ان احنا هنقول يقفز مع ينط الحبل لان الاتنين فيهم نط، وكمان هنقول يشوط مع يرمي لان الاتنين الكرة مشتركة معاهم، وبعد كده هنقول يحفر مع ايه؟ مع يعوم. هنقول ايه؟ يقفز يعني جمب 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 جمب، ينط الحبل سكيب 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 سكيب. يحفر يعني دج 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 دج، يعوم يعني سويم 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 سويم. كيك كيك كيك، يشوط يعني كيك. ثرو ثرو ثرو، يرمي يعني ثرو. اوكي طيب حد بقى يرد عليه يقول لي برضو انا مستصعب الافعال دي، مش عارف احفظها، لا عارف احفظها زي ما قلتها في المره الاولانيه ولا عارف احفظها زي ما قلتها في المره الثانيه. احفظها ازاي؟ اقول لك يبقى تمثلها. يعني ايه تمثلها؟ يعني عايزك تقوم كده زي الشطور تجيب كوره عندك صغيره، بس تكون صغيره ما تكونش كبيره، وتقف كده وتستعد للعب معايا. ليه مس هنعمل ايه؟ اول حاجه عايزاك تنط. انط يا مس؟ اه عايزاك تنط. وانت بتنط تقول ايه؟ يقفز يعني جامب 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 جامب. ستوب، يلا اقف. هنعمل حاجه كمان. ايه يا مس؟ عايزاك تجيب حبل في ايديك وتعمل اللي انت بتنط الحبل. طب بس انا مش عارف انط الحبل. خلاص يا عم اكنك بتنط الحبل، وتقول ايه؟ ينط الحبل سكيب 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 سكيب، ينط الحبل سكيب 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 سكيب. اوكي هنسيب الحبل من ايدينا، هنوطي على الارض، نعمل اكننا بنحفر في الرمله، وهنقول ايه؟ يحفر يعني دج 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 دج، يحفر يعني دج 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 دج. خلاص خلصنا الحفر، هنقعد نعمل بايدينا كده هو ناكننا بنعوم في الميه. طبعا الحاجات دي كلها احنا مش بنعملها، احنا بس بنتخيل اللي احنا بنعمل الافعال دي عشان نحفظها. يلا كده نقعد نعمل بايدينا ناكننا بنعوم في الميه، ونقول ايه؟ يسبح يعني سويم 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 سويم، يسبح يعني سويم 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 سويم. يلا نمسك الكوره ونحطها على الارض ونشوطها برجلنا بس بالراحه واحنا بنشوط. هنقول ايه؟ كيك كيك كيك، يشوط يعني كيك 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 كيك، يشوط يعني كيك. هنمسك الكره بايدينا ونحدفها، بس نخلي بالنا واحنا بنحدفها ونحدفها بالراحه لنكسر الحاجه في البيت عند ماما وتزعق لنا. وهنقول ايه؟ ثرو ثرو ثرو، يرمي يعني ثرو 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 ثرو، يرمي يعني ثرو. خلاص كده يبقى انا عايزاك الست افعال دول تبدا اللي انت تمثلهم في البيت. مش معاك كوره، اعمل نفسك اللي انت بتشوط الكوره او بتحدفها. مش معاك حبل، اعمل نفسك اللي انت ماسك حاجه واكنك بتنط الحبل. مش معاك البتاع اللي هو بيحفر بيه دون، عادي وطي في الارض اكنك بتحفر. المهم تمثل الست افعال دول، وانت بتمثلهم تقولهم ان انجلش عشان تبدا اللي انت تربط ما بين الفعل والحركه بتاعته، ويتحفظوا صم باذن الله وعمرك ما هتنساهم بعد كده. خلاص كده يبقى انا كده قلت لك على كذا طريقه تحفظ بيهم الايه؟ الافعال دي. يعني يا رب نكون حفظناها. تعال بقى نشوف بيتكتبوا ازاي. اول حاجه كلمه كيك، يشوط يعني كيك ك اي سي كي، السي كي هنا اتنطقت ك ك كيك. بعد كده يحفر يعني دج دج، يحفر يعني دج دي اي جي، الدي الساوند بتاعها د والجي الساوند بتاعها ج، يبقى دي اي جي دج. بعد كده سويم سويم، الدبليو الساوند بتاعها و و وخدناها و و، يبقى سو و، والاي والام ام ام، يبقى سويم. بعد كده سكيب سكيب، ينط الحبل س اس كي 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 اي كيب ب، والبي اطلع فيها هوا سكيب. بعد كده ثرو ثرو، التي اتش هنا الساوند بتاعها ث ث اللي هو حرف الثاء، ثرو الاو والدبليو عملوا ساوند او او، يبقى ثرو ثرو. بعد كده كلمه جامب
جامب، وقلنا ان الجي بحط كده فيها دي خفيفة قبل الجي فبقول ج ج، واليو الساوند بتاعها اكن حد ضربني يبقى جامب جامب. اوكي بعد كده هو هنخش على الحاجة اللي بعد كده وهي I can dig I can swim. نفس الكلام I يعني انا وكان معناها ايه؟ برافو استطيع. I can استطيع. يا ترى بقى انت بتستطيع اللي انت تعمل انهي فعل من الافعال ديان؟ تعالوا كده نجيب الافعال ونفتكرها مع بعض. انت بتستطيع اللي انت تحفر، انت بتستطيع اللي انت تعوم، تستطيع اللي انت تنط الحبل، تستطيع اللي انت تقفز، تستطيع اللي انت ترمي الكرة. يا ترى انت بتعرف تعمل ايه؟ انا عن نفسي بعرف اعمل اربع افعال من الافعال الموجودين دي. هقول ايه بقى؟ I can. I يعني ايه؟ انا. وكان يعني ايه؟ استطيع. هقول I can throw، انا استطيع اللي انا ارمي. I can jump، انا استطيع اللي انا اقفز. I can kick، انا استطيع اللي انا اشوط. I can dig، انا استطيع اللي انا احفر. لكن للأسف انا مش بعرف اعوم ولا بعرف انط الحبل، فبالتالي مش هعرف اقول I can swim او I can skip. فالحاجة اللي انا بعرف اعملها بس فهقول فيها I can، وبعد كده بقول الفعل اللي انا هعرف ايه اعمله. يا ترى انت بقى بتعرف تعمل انهي افعال من الافعال دي؟ عايزاك بقى تقول بصوت عالي I can وتقول الفعل اللي انت بتعرفه. طب يا بيس انا بعرف اعمل كل الحاجات دي. خلاص يبقى هتقول I can وتقول كل فعل مرة، يبقى انت كده هتكون ست جمل عشان دول ست ايه؟ افعال. خلاص كده؟ طيب هنا عندك الولد دون فبيقول I can dig، انا استطيع ان انا احفر. وده بيقول I can swim، انا استطيع ان انا ايه؟ اسبح. شوف بقى انت يا بطل بتعرف تعمل ايه من الحاجات دي وتقول I can وتقول الفعل اللي انت بتعرف تعمله. اوكي بعد كده هو مديني two letters، مديني letter I و letter U. letter I اول حاجة الساوند بتاعه اي اي، اكني كده بضحك، بفتح بقي كده اكني بضحك، اي اي، زي كلمة in 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 يعني في in in، زي كلمة insect 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 يعني حشرة، أول مقطع فيها in زي اللي هي معناها في insect sect s e c t، والسي هنا اتنطقت k يبقى insect حشرة insect حشرة. بعد كده عندي كلمة inji inji بنت اسمها inji، يبقى letter i الساوند بتاعه ايه؟ i i i i in i i insect اي اي ان جي. اوكي بعد كده عندي letter يو الساوند بتاعه اه اه، اكن حد ضربني فبقول ايه؟ اه اه، هو ده الساوند بتاع letter يو، زي كلمة under 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 يعني تحت، un يو ان under دي اي ار under under تحت، زي كلمة umbrella umbrella ما اسمهاش umbrella no لان اتفقنا ان اليو الساوند بتاعها ايه؟ يبقى umbrella. اوكي طب دي كلمه كبيره، تعالوا نقسمها um u m per per p r ella ella e l l a، يبقى umbrella umbrella. اوكي بعد كده عندي كلمه uncle عمرو اللي هو امر، uncle دي ما اسمهاش برضو اسمها uncle عمر uncle عمر عمو عمرو او العم عمرو ان يو ان، السي هنا برضو اتنطقت كي كيل كيل، والاي اللي في الاخر مش بتتنطق يبقى انكل انكل. اوكي بعد كده هو بيدربني على كتابه حرف الاي وحرف اليو. اول حاجه الليتر اي الكابيتال بتاعه بيبقى واقف على السطر الثاني اللي هو السطر اللي موجود عندك في الكراسه عادي، لكن بيبقى باصص فوق. لكن الاي السمول، وطبعا بنعمل الشرطه من فوق وشرطه من تحت، لكن الاي السمول بتبقى ما بين السطرين اللي هما موجودين اصلا عندك في الكراسه. طيب الان السمول كنا واخدينها قبل كده برضو بتتعمل ما بين السطرين اللي عندك في الكراسه. طيب اليو الكابيتال بتقف على السطر الثاني وبتطلع فوق خالص وبتعدي بتبقى بصه فوق، لكن اليو السمول بتبقى منحصره او ما بين السطرين اللي هم موجودين عندك في الكراسه اللي هو السطر الثاني والايه والثالث. خلاص كده. طيب اخر حاجه بيديني مجموعه من البريبوزيشنز حروف الجر، مديني اربع حروف جر. حروف الجر زي عندك كده في العربي في والى وعن وعلى ومن والكلام ده كله، نفس الكلام برضو عندي في حروف جر في اللغه الانجليزيه. حروف جاي
جر يعني ايه؟ يعني مثلا لما ماما تقول لك هو الالم فين، هتقول لها يا ماما الالم على الترابيزه، هي على دي حرف جر. مثلا عايز تقول الالم في الحقيبه، اهي في دي حرف جر. عايز تقول مثلا المسطره في الكتاب، اهي في دي حرف جر. عايز مثلا تقول الكلب خلف الـ 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 الباب، يبقى خلف دي هي حرف الايه؟ الجر. تمام. عايزين طب ناخد حروف الجر. حروف الجر طبعا كتيره، بس هو مدينا منهم اربعه بس، اللي هم ايه؟ in on under behind. in في on على under تحت خلف behind. in في on على under تحت خلف behind. in في on على under تحت خلف behind. اوكي. in يعني في، لما احب اقول حاجه جوه حاجه، الكلب او القطه في الصندوق، الالم في الكتاب، الالم في الشنطه، ده معنى كلمه في. طب on يعني على، عايز اقول القطه على التلفزيون، المسطره على الترابيزه، هقول كلمه على. under يعني تحت، هقول مثلا القطه تحت الكتاب، القلم تحت الترابيزه، هقول كلمه تحت او حرف الجر تحت. خلف behind، عايز اقول الكلب خلف الزهور، القطه خلف الباب، خلف ده حرف جر. يبقى انا عندي كام حرف جر النهارده هناخده مع بعض؟ اربعه. in في on على under تحت خلف behind. اوكي. طيب السؤال يجي لي ازاي دلوقتي؟ لما احب مثلا انا عماله ادور على القلم ومش لاقيه، فهقول ايه؟ وخدناها قبل كده، هقول where is it. where is it هو القلم فين؟ where is it هو الكشكول فين؟ where is it هي الشنطه فين؟ لان it دي بتعود على الغير العاقل. يبقى لما احب اسال على اي حاجه غير عاقل هقول عليها it، فهقول where is it. وطبعا الاتش هنا في كلمه where silent، والاي في الاخر silent، فهتتنطق where. where is it اين هي او اين هو، لما اكون بسال عن مكان حاجه غير عاقل. وبالتالي الإجابة بتكون عبارة عن اللي أنا بشطب على وير خالص، وبعمل كروس أو بعمل مقص ما بين الكلمتين دول اللي هما is و it. بدل ما هي is it، لأ هنبدأ ب it، هتبقى it is أو its اللي هو الاختصار بتاعها. وأقول بعد كده حرف الجر اللي هو مثلا وليكن under، وبعد كده بقول الاسم التاني اللي هو the book. مش فاهم يا ميس؟ تعالوا ناخد تمارين ونفهم إحنا بنقول إيه. هنا مثلا عايز أقول الملك، ها قدامك هو ايه؟ على ولا تحت ولا خلف ولا فين بالظبط؟ لا هو خلف. يبقى عايزه اقول الملك خلف الصندوق. تمام. عايزه اترجم الجمله دي، الكلمه اللي قلتها هكتبها. اول حاجه قلت ايه؟ الملك. الملك يعني ايه؟ excellent the king. اوكي. عايزه اقول الملك خلف، خلف يعني behind. اوكي. بس خلي بالك احنا اتفقنا ان الجملة في اللغة الانجليزية لازما 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 يكون فيها ايه؟ برافو يا سلمى، لازما يكون فيها الفعل. طب هنا الجملة انا مش محتاجة لها فعل، فهحط verb to be. فverb to be the king تعتبر مفرد، هنحط معاها am ولا is ولا are؟ لا هتاخد is. يبقى هقول the king is behind، خلف the box الكتاب الصندوق. يبقى الكلمة اللي انا بقولها بترجمها، يبقى the king الملك ماله is يكون ماله behind خلف the box الصندوق. الجملة التانية عايزة اقول القطة تحت الايه؟ الكتاب. يبقى هقول the cat القطة is، طبعا لازم الفعل، يبقى the cat is مالها القطة يا سيدي؟ القطة تحت under، تحت مين؟ تحت الكتاب، يبقى under the book. الجملة اللي بعد كده عايزة أقول الحشرة على الوردة، صح ولا لأ؟ الحشرة على الوردة. الحشرة يعني إيه؟ the insect. برافو. طب هقول the insect وهقول على طول ولا هحط الفعل؟ لا هحط الفعل اللي هو is. يبقى هقول the insect is مالها بقى؟ على، on. برافو. on the flower الوردة. الجملة الأخيرة عايزة أقول العروسة في الصندوق. العروسة يعني إيه؟ the doll is. طالما قلت الفعل يبقى اقول الفعل، the doll is مالها؟ in في the box في الايه؟ الصندوق. يبقى انا الجمله بتاعتي عاديه خالص زي ما بقولها،
بكتبها، لكن اخلي بالي ان انا بعد ما بحط الفاعل لازم انا احط الفيرب تو بي عشان ما فيش عندي فعل فين في الجمله. يبقى دلوقتي لما اجي احب اسالك اقول لك وير از ذا بن، هتعرف ترد عليا؟ اه يا ميس عادي خلاص. هشوف مثلا القلم موجود فين دلوقتي، مثلا القلم موجود على الترابيزه، يبقى هقول ذا بن القلم ماله is يكون فين على on الترابيزة، يعني ايه the table. خلاص كده عايزك بقى تقعد تلعب مع مامي العاب كتيرة في الجزئية دي. مامي هتقولك where is the، وتقولك اي حاجة موجودة عندك في الشقة، where is the pen، where is the bag، where is the cat، where is the اي حاجة، وانت يا بطل هترد عليها وتجاوب وتقول مكان الحاجة اللي هي بتسألك عنها. وزي ما اتفقنا زي ما بننطق الجملة نكتبها بالظبط، لكن خلي بالك بعد ما بتحط الفاعل لازم تحط ايه verb to be قبل الايه preposition بتاعك. خلاص كده بكده نكون خلصنا مع بعض اخر يونت موجود عندنا في الترم. ياريت تكونوا استفدتوا من الفيديوهات بتاعتي على مدار الترم. ان شاء الله باذن الله بقى استريني باذن الله في الترم الثاني باذن الله. واشوفكم على خير وسلام عليكم.